السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا الآن زيارة في إحدى المخيمات. درجة الحرارة اليوم لا تقارب 45. فجأة نتواجه بالعم عبد الإمام نايلو حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطقس الحار. تابعوا معنا نشوف قصة العم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ خير الحمد لله. طمنا عنك، شلون خير؟ والله الحمد لله. عمي درجة الحرارة معاي مرض، معاي بحصة على الكلوة ومعاي مية على رئتين. عمي اليوم درجة الحرارة تقارب 45، أنت هلق فقط الشوب. إيش بدي أسوي؟ بدي أجمع حق خبز هلوي الأطفال، رقبة أطفال. طيب احكي لنا هيك عن وضعك عمي. وضعي والله إيش بدي أحكي لك بوضعي؟ وضعي كلها تحت الصفر. طيب عمي أنت إيش بتعاني أكثر شيء بصعوبة؟ صعوبة أعاني من المرض والمشي، لو بتطلع ما بقدر أطلع. إيه. طيب يوميتك إيش خب يعني؟ يعني بالعشرين، من العشرين تحت. حسبي الله ونعم الوكيل، اللي 20 ليرة اليوم عم بتجيب ربطتين خبز. ربطتين خبز. طيب أكثر صعوبة تواجهها أنت بحياة إيش هي يا عمي؟ صعوبة والله قاعد أعاني، ما عندي حق حدا يعيني غير الله تعالى، وعند الله فوق كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عمي انت ايش بتتمنى يصير عندك؟ اتمنى ستره الحال، اعيش باول باول، ما بدي لا غنى ولا بدي غير رحمه الله. لا اله الا الله الا الله. طبعا هون العم صار له من الساعه 2 الظهر طالع انه عم يلم نايله لحتى يكسب معيشته، يعني 20 ليره اليوم عم بتجيب ربطتين خبز. اخواني خلينا نكون ايد وحده ونساعد العم بما نستطيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اخواني خلينا نكون سند وعون للعم محمد، نساعده بما نستطيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.